المؤسسة البارح طاحوا فيها شي دريات، تقريبا طاحوا بشي هيستيريا كاع ما كاينة، ستة ديال الدريات طاحوا في هاد ناضوا شي مواقع اجتماعية ولا دوك الأخبار ما نعرف بلا ما نبدا نسمي، قالوا بأنه راكم غادي تشوفوهم وغادي تعرفوا السميات ديالهم، قالوا المعجون وناضوا الناس يا ربي السلامة بناتنا الهوية ما كاين لا معجون لا قرقوبي، اللي كاين مشعويد جا المؤسسة جمعهم عليه الهيل دار بهم شي لعيبه لعب لهم على الادماغ الادمغه ديالهم طاحوا دابا هو راه شدوه وراه جابوه حتى الباب ديال المؤسسه واللي غادي يكذبني في هاد الناس يقولوا راه ما جابوش اجا ولدي جابوه ولا ما جابوش الباب المؤسسه جابوه حتى الباب المؤسسه تبعوه البوليس الله يجازيهم بخير داروا الخدمه ديالهم والمدير حتى هو دير الخدمه ديالو مازال غادي يتابع باش تبقى السمعه ديال هاد المؤسسه بخير وعلى خير. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.